ايضا من ضمن الموضوعات اللي بنطرحها، امبارح كنت بنصلي الجمعه وخطيب بيتكلم بقى حته كنا اتكلمنا عليها، حته تجديد الخطاب الديني. يعني من المعروف ان الخطبه دي بتبقى موعظه الناس بتجتمع فيها كل اسبوع عشان الناس يجتمعوا كده ويقولوا يسمعوا موعظه تقوي ايمانهم، يتعلموا شيء في دينهم. حتى بعض الاراء الفقهيه بتقول ان ما بقاش فيها سرد للمسائل الفقهيه في الخطبه، هي وعظ تذكير لتقوية الإيمان، شحنة إيمانية كده يعيش بيها الإنسان. لما تيجي تلاقي واحد طالع بيخطب وبيتكلم على سرد من جايبه الله أعلم منين، اللي هي المعارك اللي كان اللي هي الفتنة الكبرى اللي كان فيها السيدة عائشة، فيها الإمام علي، وراحوا الكوفة وراحوا البصرة، طول الخطبة كده الناس اتعلمت إيه؟ يعني أنت في الآخر تيجي تقعد تدعي وبعدين تصلي وأنت بتحكي أشياء صعبة جدا وسيئة جدا، حصل منها ما حصل وممكن يكون ما حصلش منها حاجات من اللي اتحكت. طيب يعني واحد يقول لك وانت عايز تنكر التاريخ؟ لا انا ما بنكروش، بس هذا ليس هو المقام. يعني دي الجمعة دي مقام انك تذكرني بالله، انك انت تقول شيء تعظ الناس فيه، انك تخوف الناس من الحرام، تحثهم على فعل الخيرات، يعني تعمل حاجة تخلي الناس تروح تغير في حياتها، تطرح قضية المجتمع اللي انت فيه. لو في مجتمع منتشر فيه السرقات تتكلم فيه عن السرقات، منتشر فيه فساد اخلاقي في معاملات مادية غلط، منتشر فيه معاملات اخلاقية غلط، تتكلم في هذا، ذكر الناس بيه، ما بالو أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. لكن أنت جاي تحكي طول الوقت ودول جهزوا جيش 10,000 والتانيين عملوا كذا، قاموا رايحين اقتتلوا، قام داخل معرفش مين ليه؟ ده حاجة. أنت لما تقعد تسمع تلاقي ويلات ويلات رهيبة جدا أنت بتعاني منها وبتعيشها في مجتمعنا الجميل بتاعنا ده. وبعدين تبص تلاقي بقى ناس طالعة تقول لك تجديد الخطاب الديني، اللي هو ناس في الدين ككل، أنت في حيرة، أنت في مشكلة كبيرة. ليه احنا ما بنلتزمش باللي نعرفه؟ ليه احنا لما يعني بنعيش ديننا تحديدا ما بنعيشوش صح؟ ليه احنا في حياتنا ما بنعيشهاش صح في كل تقريبا كل نواحي الحياه؟ تبص تلاقي الناس تيجي فيما ينبغي ان يكون ما تعملوش، وما لا ينبغي بتعمله. يعني انت زي شريك المخالف، كلنا الراجل طالع يتكلم في حاجه، يعني انا متاكد ان في ناس من اللي كانت قاعده يمكن قالت مش مصليين تاني بقى. طب وعلى ايه؟ طيب يعني اذا كان ده هو حال الاسلام في بدايته، لا ده مش حال الاسلام. وكان حال الاسلام لو هتقعد تحكي عن حال الصحابه وسير الصحابه والتابعين واخلاق الصحابه وتعاملات الصحابه وايثار الصحابه لبعض وحب الصحابة البعض وإخلاصهم لله وتفانيهم، ليه ما بتتكلمش عن اللي راح جاب كل ماله وتصدق بيه؟ ليه ما بتتكلمش على كل اللي بيتسابق مع التاني جاب نص ماله وبعدين سأل أبو بكر عامل، قالوا جاب كله، قال مش عارف أسبقه أبدا. ما دي حاجات من الصحابة دي، يعني ما دول هم الصحابة برضو، يعني في إيه؟ يعني إيه ده؟ يعني إن صح حتى بعض ما قيل يعني فليس يعني ده مقامه. يعني انت يعني خلاص ضاقت بك الدنيا، مش عارف اي حاجه تقولها، مش عارف تقول للناس مثلا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتعلموا الصدق. هنتكلم النهارده عن خلق الصدق وان الكذب يهدي الى الفجور. ها ما تعرفش تقول دي وتقعد وتسكت وتنزل وخلاص، ما تعرفش. يعني ضاقت بك الدنيا، مش لاقي غير انك انت تتكلم على حاجه يعني الله اعلم بكل ما فيها صح ولا لا اصلا. يعني ليه كده؟ ليه كده؟ ويجي بقى واحد ما يعجبوش ديت فيهم جاي ما يقولش بقى مثلا بشكل موضوعي، يعني اذا كان ده تطرف شويه كده يرجع، لا طب الغي كله بقى، طب الغي كله تعمل ايه بعد كده ان شاء الله انت تتدين. يعني احنا ايه اللي احنا فيه ده؟